بالنسبة إلي الموقف السياسي كان خيارا شخصيا، كوني فلسطينية أكيد لا بد أن أحمل قضيتي، وفلسطين هي قضية سياسية إنسانية. وتضيف: عندما أكون أمام أحداث تمسني بقوة لا أجد خياراً غير أن أقدم فيلماً عنها، وإذا لم أستطع معالجتها سينمائياً أصاب بالاكتئاب. أسيرات وأسرى فلسطين في زنازين العدو الصهيوني هم الروح والعنوان الأبرز لطوفان الأقصى التي مرغ فيها أبطال غزة رأس الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية من خلفهم في تراب الخزي والذل والعار إلى الأبد. هؤلاء الأبطال الذين يقبعون خلف القضبان كانوا على يقين أنهم سيخرجون رغم أنف العدو وسينكسر القيد، وها هي بشائر تحررهم تلوح في الأفق الذي رسمته بنادق المقاومة. المخرجة الفلسطينية ابنة جبل النار نابلس مي المصري كانت قد حلمت بالبشارة، بشارة تحرير الأسرى والتي تتحقق من فوهات بنادق المقاومين، وذلك عندما أخرجت فيلمها 3000 ليلة عام 2015 وباستنادها إلى قصة حقيقية تناولت معاناة الأسيرات الفلسطينيات في زنازين الاحتلال الصهيوني، انطلاقاً من قصة امرأة فلسطينية أنجبت طفلها داخل المعتقل وهي مكبلة بالأصفاد. راصدة في فيلمها هذا ما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات من محاولات إذلال وكسر للإرادة، والتي لا تنجح في نهاية المطاف وتبقى رؤوسهن مرفوعة أمام جلاديهم حتى لحظة خروجهن من المعتقل. تقول المخرج المصري: المخرج لابد أن يكون له موقف إنساني، عليه فقط أن يمتلك وجهة نظر إنسانية منحازة للناس، حيث العمل في الواقع مع الناس يجعلك تنقل همومهم وقضاياهم الاجتماعية والإنسانية والسياسية. بالنسبة إلي الموقف السياسي كان خياراً شخصياً، كوني فلسطينية أكيد لابد أن أحمل قضيتي، وفلسطين هي قضية سياسية إنسانية. وتضيف: عندما أكون أمام أحداث تمسني بقوة لا أجد خياراً غير أن أقدم فيلماً عنها، وإذا لم أستطع معالجتها سينمائياً أصاب بالاكتئاب. السينما طريقتي لأكون فعالة ولأقوم بدوري كما يجب، ووقوفي خلف الكاميرا هو نوع من الثورة والتعبير والعلاج. لا أحب أن ألعب دور المتفرج أو الضحية. 3000 ليلة عرض في مهرجان تورنتو السينمائي وحاز على أكثر من 28 جائزة، وعرفت مي المصري بأفلامها التي تركز على معاناة الأطفال والنساء وتوثق لذاكرة الإنسان والمكان بأسلوب إنساني وشاعري، منها فيلم 33 يوما، ويوميات بيروت، وأحلام المنفى، وأطفال شاتيلة، وامرأة في زمن التحدي، وأطفال جبل النار. وأخرجت مجموعة من الأفلام المشتركة مع زوجها الراحل المخرج جان شمعون، منها تحت الأنقاض، وزهرة القندول، وبيروت، جيل الحرب، وأحلام اليقظة. في فيلم 3000 ليلة تعكس مي المصري معاناة المرأة الفلسطينية من خلال قصة حقيقية لسيدة تضع مولودها داخل أحد السجون الصهيونية وهي مقيدة بالسلاسل، إلا أن هذا الموقف قد يكون نقطة تحول نحو الأمل وليس القهر بالنسبة للسيدة. ويروي الفيلم قصة المعلمة الشابة ليال التي تعيش حياة زوجية هانئة في مدينتها المحتلة نابلس بالضفة الغربية قبل أن تتبدل حياتها بعد توقيفها من قبل القوات الصهيونية بتهمة مساعدة مراهق فلسطيني مشتبه بأنه شن عملية فدائية على نقطة التفتيش لقوات الاحتلال الصهيوني. يأخذنا الفيلم إلى حياة السجينات الفلسطينيات
القادمات من عالم المقاومة والعمل السياسي، وإقامتهن مع سجينات صهيونيات حكمنا بتهم جنائية خطيرة. وفي السجن تكتشف ليال أنها حامل، وسرعان ما تتعلم أن الاستسلام والانهيار والعوامل النفسية المدمرة التي تعيشها لن تفيدها، بل عليها أن تتسلح بالقوة والإرادة. ومع الوقت تتعرف الشابة إلى نفسها أكثر، وتواجه مصيرها متمسكة بالأمل ومتضامنة مع السجينات الأخريات اللاتي فهمن باكراً أن اتحادهن هو سلاحهن الوحيد لمحاربة ما يواجههن من قمع. وعندما تنجب البطلة ابنها نور داخل السجن وهي مقيدة بالسلاسل، يعيش المشاهد حياتها اليومية مع طفلها في لقطات جمعت بين الواقع المرير ومشاعر الأمومة. تتعرض ليال لضغوط كثيرة من جانب سجانة صهيونية لتقبل بالتعاون مع إدارة السجن في التجسس على زميلاتها السجينات الفلسطينيات، ومن بينهن سناء التي فقدت ذراعها الأيسر خلال إحدى العمليات الفدائية، والتي تعد الأكثر حنكة وخبرة في السجن، والتي كانت في البداية تتشكك في مسلك ليال. وتضع ليال ابنها نور الذي يكبر تدريجيا داخل المعتقل، وتزداد الضغوط عليها كي لا تشارك في الإضراب الذي تنظمه السجينات الفلسطينيات احتجاجا على مذبحة صبرة وشتيلة، التي عرفنا عنها من خلال قصاصة ورقية لأحد الصحف. وعندما تحسم ليال أمرها وتشارك في الإضراب، ينتزع الحراس ابنها منها. علاقة مشهد الافتتاحية للفيلم بالمشهد الختامي في الفيلم كانت ثنائية متعاكسة، فالمطر الشديد والظلام الدامس واللباس الأسود لبطلة العمل ليال، وضجيج القيود وصوت الرعد في المشهد الافتتاحي، يقابله في المشهد الختامي خروج ليال من السجن فيما السماء صافية والشمس المشرقة ولباسها الأبيض وصوت زقزقة العصافير، حيث نجحت المخرجة المصري من خلال هذه العلاقة التأكيد على حتمية شروق شمس الحرية وانجلاء ظلم الاحتلال الصهيوني بالثبات والإصرار على الحق في الحرية. انت خبلة، انت مش بعرف انت خبلة؟ مش ممكن تجيبي ولد بالسجن. ليه تبتخون تعبير ورطة لخدر اخر؟ انتني يا عم اقول لك سنة حلوة سنة حلوة سنة